إعادة النظر في طريقة عمل البنوك، كيفية إيجاد حلول للسوق الموازية، مرافقة المصدرين، توزيع العقار الصناعي، هي من بين 62 مقترح قدمته الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين من أجل نموذج اقتصادي جديد. لازم تخصيص، مش خلق، تخصيص بنك من البنوك الجزائرية إلا فقط للشركات الصغيرة المتوسطة وعطالها الإمكانية والسيولة الكبيرة. احنا تكلمنا أن يكون رأس مالها على الأقل مليار دولار باش تكون حقيقة مطابقة بالطلب الحقيقي اللي هو 95% من النسيج الاقتصادي الوطني. مالوغوزمون بوكو بروبوزيون نتكلموا فيه من 30 سنة. واش نعملوا؟ نسكتوا؟ ننتظروا؟ احنا كقوة اقتراحات لازم حقيقة نمشيوا بفعالية. اون في لا بريوريتي عليهم، تكلموا عليهم باللي هاو الحل. توضيح القوانين والعمل على ديمومتها من بين أهم النقاط التي طرحتها الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين لخلق مناخ استثمار ملائم. عندك قانون ولكن ما تقدرش تجسد خاطر النصوص التطبيقية ما خرجتش. والتغيير ما يقدرش يجي قانون استثمار مرة أخرى بتغيير الأشخاص، لازم هذه تعطي نظرة حكومة، نظرة دولة اللي تعود مستقرة على الأقل كما تكلم رئيس الجمهورية وهو حط صبعه على المشكلة. لازم حقيقة قانون استثمار جديد هو الأرضية الحقيقية للنهوض والنجاح في هذا النموذج الاقتصادي الجديد. النموذج الاقتصادي الجديد يستدعي طرح حلول واقعية تتماشى والتغيرات الحاصلة على مستوى توجه الاستثمارات، وهذا لخلق تنوع حقيقي للاقتصاد الوطني.